بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري، شرح الإمام ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. في الشرط الخامس والأخير من شروط صحة الصلاة، كنا تكلمنا في شروط صحة الصلاة أن هي خمس شروط. الشرط الأول طهارة البدن والثوب من الحدث والنجس، وبعدين طهارة المكان أو الوقوف على مكان طاهر، وبعدين العلم بدخول الوقت وستر العورة، والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة الخمسة. يبقى الخامس النهاردة، موضوع النهاردة استقبال القبلة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في إعجاز، القرآن نفسه بلغة العرب فيه إعجاز، لو حاولت أن تترجمه لا تدرك هذا الإعجاز اللغوي. يقول سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شطرة، ترجمها بالإنجليش بالفرنسية هتدي معنى واحد من أحد معانيها، لأن شطرة في لغة العرب لها معانين كثير. يعني شطر ممكن تقول إيه؟ اتجاه، جهة، ولكن ده أحد معاني، وهو أحد المقصود وليس كل المقصود. لكن شطر في لغة العرب لها معنيين مشتركين، يعني هي متساوية في المعنيين، معنى يعني نصف الشيء، ومعناه جهة الشيء. يبقى الشطر جهة الشيء ونصف الشيء، فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول: إن كنت قريبا فتوجه إلى منتصف الكعبة، يعني خلي عين الكعبة أمامك، وإن كنت بعيدا فتوجه إلى جهتها. فتم الأمر كله بكلمة واحدة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي إن كنت قريبا إلى عين الكعبة وإن كنت بعيدا إلى جهة الكعبة، فتمت بلفظة واحدة. وهذا من إعجاز القرآن. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وكيفية معرفة القبلة إما العلم بالنفس أو الاجتهاد أو سؤال ثقة أحد الناس أو الاستعانة بآلة أو علامة. يبقى كيفية معرفة القبلة، وإذا دخلت مسجد الوقت في بلاد المسلمين على طول مجرد تبص للمحراب خلاص هي دي جهة القبلة، سهل يتم المعرفة في الحال. إنما إن كنت في غير مسجد يبقى بتبص بقى للاتجاهات وتشوف الشمال من الجنوب من الغرب. إحنا في مصر عندنا الجهة الجنوبية بنسميها القبلية لنسبة القبلة، علشان جهة القبلة بالنسبة لنا إحنا جنوب، فبقى القبلية في لغتنا. لكن لو كنت مثلا في بلد زي اليمن القبلة بالنسبة لك تبقى شمالية، يعني القبلية في اليمن شمال والقبلية في مصر جنوب، مش كده برضو؟ جنوب شرق بزاوية بسيطة لا تذكر، معلش كده حوالي زاوية 30. فلأن مكة من مكة الجدة تلاقيها بمحاذاة الساحل، صحيح هي مش على الساحل لكن بمحاذاة الساحل، والمدينة شمال ليها، شمال لمكة. يعني انت في المدينة بتتوجه الى الجنوب علشان تبقى متوجه للكعبة. فيقول: والخامس استقبال القبلة او الكعبة، اي الكعبة، القبلة هي الكعبة، وسميت قبلة لان المصلي يقابلها، وكعبة لارتفاعها، واستقبالها يكون بالصدر، يكون استقبالها بالصدر مش برقبتك ولا بعينك. يعني ما ينفعش اقف كده واعمل كده وابقى مستقبل كده،
لكن اقف كده بصدري، ولو التفت لا يضر. لو التفت في اثناء الصلاه برقبتي الى اليمين او اليسار لا يضر، لان العبره بالاستقبال بالصدر. لكن لو التفت كامل كده بصدرك بطلت صلاتك ولو لحظه. يبقى الاستقبال المطلوب ان يكون بالصدر. متعمد او ناسي تبطل صلاته. اتنقض وضوءه متعمد او ناسي هتبطل صلاته. لو لف رقبته يجوز الالتفات في الصلاه، يجوز مع الكراهه وتزول الكراهه ان كان لضروره، لكن لا تبطل صلاته. يعني ممكن كده واحد حرامي بيصلي وبعدين يلتفت كده خايف يقبضوا عليه، يلتفت هو حر. واحد منتظر واحد من مكان معين هيجي من جهه معينه وهو بيصلي قاعد منتظر، وبدل ما يقعد كده يضيع وقته قال لما اصلي على ما يجي، فقعد يلتفت عليه كل شويه يبص عليه وشغال في صلاته لا يضر. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عين عشان يشوف الاعداء، وبعدين انشغل في الصلاه وكان يلتفت الى جهه من ارسله وهو في الصلاه صلى الله عليه وسلم. فالالتفات ان كان لضروره لا كراهه، ان كان بغير ضروره لا تبطل الصلاه الا ان يكون بالكتفين، اما بالرقبه فيبقى بس مكروه فقط وليس فيه شيء. ليه مكروه؟ لانه ضد الخشوع. لما الانسان كده يقعد يلتفت بلا ضروره يبقى مش خاشع، مش مشغول بصلاته، ده مشغول بما حوله، فما يعني ما يلقش. واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه، يبقى شرط لمن قدر على استقبال القبلة شرط. افرض عجز عن استقبال القبلة زي هيجي لك احوال. واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة في حالتين، في شدة الخوف يعني صلاة الحرب، لك أن تصلي وأنت إلى غير قبلة، وأنت من قيام ومن مشي ومن قعود على أي حال أنت تحارب فيها تصلي. ومش شرط في الحرب، هربان من عدو. دلوقتي أنت قاعد بتطارد الإرهابيين في سيناء وبتجري وراهم، وقعدت بتطاردهم من العصر للقرب المغرب وعايز تصلي العصر، لك أن تصلي إلى غير قبلة وأنت بتجري. شوف قد ايه، لانك انت هنا ما تقدرش تلتفت دلوقتي، اول ما بيشوفوك بيطخوك، بقيت كانك في حرب. يبقى لازم العساكر اللي قاعدين بيطاردوا الارهابيين وبتوع المخدرات والحاجات دي يعرف صلاه الخوف عشان ما يضيعش فرائضه، لانه ممكن يقعد متربص بعدو فتره طويله مش عارف حتى يلتفت، ولو التفت يتقتل او الضابط بتاعه يزعق له وينهاره ويمكن يرفده. ويمكن احيانا في الحروب في شده الحروب لو كسر الاوامر يمكن يقتله كمان لو كانت الامر حساس الى هذه الدرجه. يبقى في الحاله دي يصلي على حاله، يتعلم ان في شده الخوف، او انت راجل جاي من الصعيد وناس بيقتلوك علشان يقتلوك طار وهربان منهم، لك ان تصلي وبيطردوك، لك ان تصلي الى غير قبله الفريضه. او في راجل ظالم حاكم ظالم عايز يقبض عليك وبيطردك وانت مظلوم، برضو تصلي الى غير قبل صلاة شدة الخوف. او بتفر من سبع بيجري وراك، فهمت ازاي؟ في البرية رحت غابات افريقيا وراجل عندك مشوار هناك كده، هتجيب شوية حاجات اخشاب وحاجات من دي، وجاي جاء طلع سبع بيجري وراك وجاء عليك وقت الصلاة صلي. شوف قد ايه الصلاة ما تفوتكش وانت على قهوة سبب تضيعها. فخد بالك الصلاة مهمة إلى هذه الدرجة، والناس بتطردك تقتلك تصلي، وسبع بيطردك عايز يفترسك تصلي، وعدوك وراك وتصلي. شوف قد إيه أهمية الصلاة بقى عند المسلم، علشان تعرف لما يجي يقول الرسول إن الصلاة عماد الدين صلى الله عليه وسلم تفهم معناه، من هدمها فقد هدم الدين، تعرف معنى الكلام. لما تعرف فقه الصلاة بتعرف أهمية الصلاة. يبقى في حالتين، في شدة الخوف في قتال مباح فرضا كانت الصلاة أو نفلا. لكن اللي خارج عن جموع المسلمين وبنطرده ده اللي هو بيسموه البغاة الباغي لا يصلي إلى غير قبل، لأن إزاي أنا هعينه على الخروج على المسلمين؟ لا يترخص، لأنه عاصي بقتال المسلمين.
فهمت ازاي؟ يبقى الباغي لا يصلي، لا يترخص، اللي هو خارج عن جموع المسلمين، اللي يريد فتنة ده ما يصليش في الظروف دي، ده يصلي عادي زي بقية خلق الله، لأن أنا هسهل له أموره ازاي في الشرع وهو خارج عن الشرع. مش كده برضه؟ عشان كده قال لك الرخص لا تناط بالمعاصي. عبد آبق من سيده، امرأة مسافرة بغير إذن زوجها لا تترخص، لا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان ولا تصلي إلى غير قبل عند الظروف اللي المختلفة. ليه؟ لأنها خارجة سفر معصية. واحد مسافر رغم عن أنف أبيه وأمه، يبقى ده عق لوالديه، ما أقدرش أشجعه ده في الشرع، أقول له لا لا تترخص. يبقى لازم يكون سفر مباح أو واجب أو مستحب، وكذا لو كان مكروها كسفر لتجارة في الدنيا والاتساع، وأنت أصلا ربنا مكفيك حاجتك في بلدك، تجارتك رايجة وكل حاجة، لكن عايز تتوسع في كل حتة، يقول لك اه جائز بس مكروه. يبقى ده اسمه سفر مكروه. ليه؟ لانك انت بتتوسع، هتشغل نفسك، انت ما تشوش نفسك، انت ربنا سبحانه وتعالى بنديك مصنع في بلدك وشغال تمام، حلو قوي، مفيش داعي تشوش نفسك، قوم بحق المال وحق الحمال بتوعك والدنيا تمشي معاك كويسة، وراقب ربك وخلاص، والحكاية سهلة، تبقى سهلة. لكن لا، كل ما يجي له فلوس يضخها في استثمار تاني، فلوس قاعد بيجري ورا سراب مش هينتهي، يفضل يتعب. فنقول له لا، ده انت الحياه بتاعتك دي حياه متعبه. يقول لك بس دي حلال. نقول له ما احنا بنقول لك مكروه، ما قلنا لكش حرام، بنقول لك مكروه لكن مش حرام، مكروه عشان هيضيع عمرك فيما لا طائل. مش كده برضه؟ قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. المسلمين نظرتهم للحياه سهله بسيطه. يبقى لازم في قتال مباح فرضا كانت صلاة أو نفلا، يعني في شدة الخوف يصلي إلى غير قبلة سواء فريضة أو نفل، يتنفل كمان في شدة الخوف، يتنفل يصلي السنة. بس أنت ممكن تقعد تتربص بعدوك أيام وليالي. أنت عارف حرب الاستنزاف بتاعت مصر قعدت من سنة 67 ل 73، شوف كم سنة قاعدين كده ناقرين لبعض. يبقى في تربص بالعدو مدة طويلة قد يطول، يبقى تضيع النوافل كمان بتاعتك، ما تضيعهاش، لك أن تصليها كمان إلى غير قبلة. وفي النافلة في السفر، الصورة الثانية تصلي إلى غير قبلة في النافلة في السفر على الراحلة، يعني لما تكون مسافر على الراحلة. وزيادة الراحلة دي على فكرة مش زيادة، مش قيد معتبر، ليس قيدا معتبر، ولو مشي على رجليك، يعني سواء راكب ركوبة أو مشي على رجليك، لك أن تصلي النافلة إلى غير قبلة إلى جهتك. ها؟ في حالة السفر، يعني أنت راجل مسافر وسفرك 4 ساعات، عايز انت برضو تقعد تشغل نقتك في السفر، بدل ما تقعد ايه يشغلوا لك فيلم فيديو مناظر خارجة في الاتوبيسات بتاعت شرق الدلتا ومش عارف ايه اللي بيعملوه ده، ويقعد يشغلك، او اغاني وتقلب دماغك. كانوا المسلمين والسلف الصالح اللي هم اجدادنا وابائنا كانوا يشغلوا وقتهم في الوقت ده بذكر الله، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة، النوافل، بقراءة القرآن، لانهم اهل حفظ القرآن. ما يصدق يقعد له ساعة 2 فاضي يراجع ورده، يراجع قرآنه، يصلي على النبي، عنده مشغول، مخه مش فاضي. كانوا مليانين، إنما الوقت الشباب مخها فاضي. فأول ما يقعد كده فاضي ساعتين ثلاثة عايز يسافر، يقول لك ما تشغلوا لنا حاجة. عايز دربك على طول، دربك على طول فوق قفاه، لأنه مخه فاضي. لكن السلف الصالح ما كانش كده. فكانوا يشغلوا وقتهم في السفر بالصلاة. يقعد يصلي الضحى ويصلي ركعتين لله، ويستعمل صلاته القرآن في صلاته. تبص تلاقي انقضي السفر وانقضت ايه؟ طاعات. دي طريقة السلف الصالح، بس برضه يكون في سفر مباح إلى غير قبلة إلى جهة الايه؟ سفرك. لو كنت مسافر تتوجه للقبلة فقط عند تكبيرة الإحرام. كويس؟ يعني أنا مسافر ماشي، فأروح وأنا ماشي سهل بقى إن أنا أتوجه، أروح متوجه للقبلة وأقول الله أكبر، نويت صلاة ركعتين مثلا لله، ركعتي الضحى، أو ركعتي قيام ليل، أو سنة العشاء البعدية، حسب ما تطلع. أقول الله أكبر للقبلة، وبعدين أروح ملتفت إلى جهة سفري وأفضل ماشي وأقرأ الفاتحة وأقرأ سورة البقرة، ده أنا ماشي. كل ده قيام. أجي بقى عايز أركع، أروح متوجه للقبلة واقف، وراكع أقول سمع الله لمن حمده، وأسجد السجدتين وأروح قايم. أول ما أقوم عشان أجيب الركعة التانية وأقرأ الفاتحة أروح متوجه لجهة سفري وأمشي تاني. وبعدين ده في النافلة.
في النافلة في السفر المباح. لا في الفرد لازم بقى، في مش مستثناهي يبقى معناه تنزل في الفرد. اللي هو فيه مثلا في الطيارة وبعدين لسه اكمل بس صورة اللي بيصلي ازاي في النافلة في السفر وماشي. يبقى انا كده قمت قريت الفاتحة والسورة، افضل ماشي في جهتي وانا بقرا الفاتحة والسورة في الركعة التانية. خلصت الفاتحة والسورة عايز اركع تاني، اروح متوقف متوجه للقبلة واركع واقول سمع الله لمن حمده واسجد السجدتين واجي اقعد اقرا التشهد، ما اقعدش بقى اقرا التشهد لان قد يطول التشهد وبعدين عايز ادعي بعديه فالطول، اروح قايم وماشي واقرا التشهد وانا ماشي والدعاء وسلم كده خلصت ركعتين وانوي غيره وهكذا. اقعد كده اسلي وقتي وانا مسافر ساعه اتنين تلاته تبقى حلوه، مش محتاج لك انيس، يبقى انيسك هو قرانك. يبقى دي كيفيه صلاه المسافر على قدميه ان كان في السفر المباح، ولو قصير ولو قصير. يعني لو من هنا للسيده عائشه ومسافر ماشي، الشرع يقول لك صلي النافله وانت في السياره، انت اتوضيت وشغلك خلاص وعايز تنزل مستعجل وانت متعود تصلي الضحى قبل ما تنزل ومش قادر بقى تصليها مستعجل، طلبوك على المحمول والدنيا مقلوبه عليك، تروح نازل راكب العربيه وانت سايق عربيتك تنوي صلاه الضحى الى الجهه اللي انت ماشي فيها، صلي الضحى وانت رايح شغلك لان شغلك على الاقل على بعد 2 3 كيلو او 4 كيلو. خلاص يبقى سفر قصير ومباح، شغلك مباح، ما انت ما بتشتغلش في مصنع الخمر مش كده برضو، بتشتغل في حاجه مباح. لكن لو تشتغل في مصنع خمره يبقى ده سفر حرام، ما تتنفلش بقى. واحد يجي يقول لك طب والبنوك؟ يجوز على بعض المذاهب البنوك بتاعت، يبقى يصلي برضه لان فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، يقعدوا يتناقشوا من النهارده لحد السنه الجايه وما يطلعوش لحاجه، يبقى امر فيه خلاف مش مجمع عليه، يبقى خلاص يصلي برضه ويعتبر شغله مباح لانه امر خلاف وهكذا. يبقى وفي النافلة في السفر على الراحلة فللمسافر سفرا مباحا ولو قصير، شوف ولو قصير يعني ما يشترطش يكون سفر طويل تقصر فيه الصلاة وتفطر فيه في رمضان. السفر الطويل احنا قلنا حوالي 82 كيلو فما زاد، ده الطويل. لكن يقول لك هنا ولو قصير، ولو سفر قصير، هتمشي من المقطم للعباسية للسيدة عائشة للسيدة زين للجيزة، كل ده سفر قصير كويس لك أن تتنفل فيه، أو رايح لبنها أو لحلوان أو للبدرشين أو لأي حتة من اللي حوالينا دي من مدينة نصر، كل ده ممكن تصلي السنن بتاعتك ما تضيعهاش وانت راكب. سمعت أذان العصر وانت راكب وعايز تركن العربية مع إقامة الصلاة علشان ما تضيعش وقتك، ما انت عندك ارتباطات حياتك سريعة، تقوم تروح أول ما الأذان يخلص تصلي السنة وانت سايق وتفضل سايق ماشي بدل ما تقعد التلت ساعة مستني الإقامة في الجامع، أديك أنت بتقطع بيها مرحلة. وبعدين لحد ما تخلص السنن بتاعتك تمام التمام وتفضل سايق لحد ما تسمع الإقامة في أي مسجد، تروح راكن عربيتك تنزل تجيب الركعة كأنك راكب وتجيب صلاة السنة البعدية بعدها إن كان فيه فريضة لها صلاة سنة بعدية. شفت الحلاوة بقى؟ الفقه يخليك ما تضيعش سنن كثيرة وما تضيعش عبادات كثيرة لأنك أنت راجل فقيه فهمت الدنيا تمشي إزاي. إيماء 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 كده بدون ما يلمس حاجة، بدون ما يلمس الدركسيون ولا يعمل حادثة، يبقى إيماء كده برقبته كويس سهل. وأما يجي يسلم ما يسلمش يعني كده هو يفضل سايق كده وإلا هيعمل حادثة، يسلم تسليمة واحدة إلى المقابلة مش محتاجة تسليمتين، ما احنا قايلين إن هي تسليمة واحدة الفرض والتانية سنة، يسلم تسليمة واحدة ولما يسلم تسليمة واحدة يبقى في جهة الأمام، لأن لو توجه إلى اليمين يبقى محتاج تسليمة تانية لجهة الشمال، لكن لو أراد أن يسلم تسليمة واحدة يبقى يخليها في المقابلة. وعشان كده هناك لما بيصلوا صلاة الجنازة الجماعة السعوديين يسلموا تسليمة واحدة، يبقى لو هتسلم تسليمة واحدة زيهم يبقى تسلم في اتجاه القبلة كده تسليمة واحدة يكفي، لو هتسلم تسليمتين يبقى تتوجه يمنى ويسر، انما هتتوجه يمنى وتكتفي بتسليمه واحده ما نقول لك لا ليه توجهت يمين، يبقى توجه للشمال كده، خدت بالك؟ يبقى كل دي فقه هتلاقيه يسهل لك عبادتك في امورك المختلفه. ولو قصير يعني ولو كان السفر قصير يجوز ان تصلي النافله الى غير قبله،
صوب مقصده، يبقى اتجاهك اتجاه سفرك صوب مقصده. وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها مثلا، بل يومئ، يعني برضو مكان السرج هنا الدركسيون اللي هو عجلة القيادة، ما تحطش رقبتك عليه لأن هي بقى السرج دلوقتي. بل يومئ بركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه. وأما الماشي اللي هيصلي وهو ماشي فيتم ركوعه وسجوده ويستقبل القبلة فيهما في الركوع والسجود، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، وتزود وعند تكبيرة إحرامه، قيامه وتشهده وتكبيرة إحرامه. خدت بالك؟ هنيجي نقرأ شرح الكلام ده بقى في الحاشية. بيقول إيه؟ تكبيرة الإحرام بداية الصلاة. يقول الإمام البيجوري بقى شرحا لما سبق: والخامس أي من الشروط الخمسة استقبال القبلة، أي استقبال عينها لا جهتها على المعتمد في مذهبنا اللي هم الشافعية، عين القبلة يقينا في القريب، يعني يبقى عينه على الكعبة كده في القريب اللي هو قدام الكعبة، وظنا في البعد. وفي البعد انت ايه الجهة؟ على حسب غالب ظنك. والمراد بعينها جرمها اللي هي كتلتها نفسها الكتلة، او هواؤها المحاذي ان لم يكن المصلي فيها، ان لم يكن المصلي جواها. لان عندنا احنا الشافعية، معاشر الشافعية، يجوز لنا ان نصلي الفريضة داخل الكعب، معاشر الشافعية كده، يعني حجر اسماعيل لك ان تصلي فيه الفريضة على مذهبنا احنا الشافعي، وتتوجه الى اي جدار من جدور الكعب، كويس، لانك في داخل هواء الكعب. لكن غير الشافعيه لا يجيزون صلاه الفريضه داخل الكعبه، عشان كده تلاقي يوقفوا لك عساكر عند الحجر هناك يمنعوا الناس ساعه الفريضه انهم يخشوا يصلوا جوه، لكن الشافعي ممكن يصلي جوه ما يجراش حاجه. ما انت هتبقى داخل الكعبة محاط بجدران الكعبة، يبقى تتوجه لأي جدار، تتوجه لأي جدار. ما هو ما فيش جدار قدامك بقى، ده في هواء. لو تصورت ان هي امتدت الكعبة وبانوا جدار، بس لو عملت كده هتعمل أزمة مع الناس، ده كان هذا صحيح، لأن الحجر كله من الكعبة، فالمفروض كان يبنى جدار في آخر لأنك أنت في داخله، فالأحسن أنك أنت تدي وجهك لجدار الكعبة اللي أمامك تحت الميزاب. أولا هيبقى صلاتك صحيحة ومش هتعمل إشكال، مش كده برضو، وهتشغل نفسك، هتلاقي الناس داخلة طالعة قدامك، طب وليه تأذي نفسك؟ يبقى بيقول: أو هواؤها المحاذي إن لم يكن المصلي فيها، وإلا فلا يكفي هواؤها بل لا بد من جرمها حقيقة أو حكما. فلا يكفي هواؤها بل لا بد من جرمها حقيقة أو حكما، حتى لو استقبل شاخصا منها ثلثي ذراع فأكثر تقريبا جاز له. فلو خرج عن محاذاتها ولو ببعض بدنه، يعني بقى واقف قدام الكعبة كده جزء من بدنه لو عملت خط منه ما يجيش يخبط في الكعبة، وجزء من صدره يجي في الكعبة، يبقى في جزء من بدنه خارج عن محاذاتها ببعض بدنه، لم تصح صلاته. ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج من محاذاتها بطلت صلاة الخارجين عن المحاذاة بخلافه في البعد. بخلافه بقى في البعيد قوي، البعيد قوي يمتد الصف الكبير زي في مصر ويفضل برضه في جهة الكعبة صحيح، إنما هناك لما تقرب للكعبة ما ينفعش، لأن هتلاقي في جزء كبير من الصف طرفيه بقوا مش بمحاذاة الكعبة، لابد إنه إيه يلتف، وده الواقع الحمد لله الوقت كده بيلتف. بخلافه في البعد فتصح صلاتهم وإن طال الصف جدا ما لم يمتد من المشرق إلى المغرب، وإلا فلا بد من الانحراف من طرفي الصف. ومن أمكنه الصلاة إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب عليه الأول كما في شرح الرملي، يعني هو ما يقدرش يصلي للقبلة إلا قاعد لأن المكان يحكمه،
لكن يقدر يصلي من قيام إلى غير قبلة، لأن المكان إلى غير القبلة متسع، يبقى يصلي قاعد. يعني نقدم القيام ولا استقبال القبلة؟ إذا تعارض استقبال القبلة، استقبال القبلة نقدمه، كما في شرح الرمل، لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام، بدليل أن فرض القيام يسقط عن المتنفل ولا يسقط التوجه للقبلة. يعني أنت ممكن تصلي سنة المغرب وأنت قادر على القيام من جلوس، لكن إلى القبلة برضه، فشرط التوجه للقبلة لا يسقط عن المتنفل كالمفترض، لكن يسقط منه القيام ويصح صلاته. يبقى هنا فرض القبلة مقدم. شفت الفقهاء بيقيسوها إزاي؟ لا، ان فرض القبلة لا يسقط عن المتنفل مع القدرة على القيام، ولكن القيام يسقط عنه مع القدرة على القيام. يبقى فرض الاستقبال اعلى واقوى من فرض الايه، من ركنية القيام. يبقى اذا تعارض نقدم استقبال القبلة. فهمت بقى الفقهاء ازاي بيقيسوها؟ بدليل سقوطه، اي القيام في النفل مع القدرة. طبعا اللي بيصلي من قعود مع القدرة على القيام في صلاة النافلة له نصف أجر القائم، واللي يصلي من اضطجاع وهو مضطجع مع القدرة على القيام له ربع أجر الإيه؟ القائم، ونصف أجر القاعد، ده مع القدرة، لكن صلاته صحيحة. ومشهورة الناس في التراويح، تلاقيها في التراويح لأنه واكل طبعا صينية كنافة قبل ما ينزل، فمش قادر يقف طول التراويح، رسخت على قلبه، فيقوم يضطر يجيب كرسي ويقعد. صلاته صحيحة مع القدرة على القيام، لكن في العشاء لازم يقف لأنها فرض. فهمت بقى إزاي؟ يبقى صلاة النافلة يجوز من جلوس مع القدرة على القيام تصح، لكن أجرها أقل شوي. لكن لما يبقى مريض يبقى صلاته من قعود نفس أجرها وهو قائم، لأنه مريض عنده العذر. لكن يجب عليه أن يقوم ليركع إن لم يخرج عن القبلة في قيامه للركوع لكونه قصيرا. يبقى لو هضطر أن يصلي من قعود إلى القبلة، علشان لو كان من قيام مش هيبقى إلى القبلة لأن المكان حكمه، يبقى إذا استطاع أن يركع ويسجد، يركع من قيام مع توجهه للقبلة، يبقى يجب عليه القيام للركوع. وإن لم يستطع قال لك لكونه قصير، يعني دليل أن المكان ضيق وسقفه واطي أوي، فما يقدرش يقف في اتجاه القبلة إلا ويبقى قاعد، لو وقف دماغه تخبط في السقف. لكن المكان اللي بره اللي يخليه إلى غير القبلة متسع، يقدر يقف، يبقى هيصلي في الحتة الضيقة دي. ما يقدرش يقف لأنه طويل، والتاني قصير يقدر يقف، نقول للقصير يبقى تركع من قيام، لأن لما هيركع من قيام هيبقى أقصر من طوله برضه وهو واقف، مش كده برضه؟ لكن التاني كمانه طويل، لا برضه هيخبط، نقول له خلاص اركع من جلوس. فهمت الصورة؟ لكن يجب عليه أن يقوم ليركع إن لم يخرج عن القبلة في قيامه للركوع لكونه قصيرا. ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بغيره. يعني اللي يقدر يتمكن من معرفة القبلة بنفسه ما ياخدش رأي غيره، طالما هو بنفسه يقدر يتمكن. فهمت بقى؟ ويقول ومن أمكنه علمها ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بغيره، يعني ما يعملش بعلم غيره. من ذلك زي إيه؟ قدرة الأعمى على مس حيطة المحراب حيث يسهل عليه، فلا يكفي العمل بقول غيره. الأعمى ممكن يخش الجامع ويتوجه للمحراب ماشي كده، ويحس المحراب كده تجويفه ويعرف على طول اتجاه القبلة، يبقى مش محتاج يسأل خلاص. حيث سهل عليه فلا يكفي العمل بقول غيره. لو سهل عليه، لكن الجامع كله أعمدة وهيخبط في الأعمدة، نقول له خلاص بقى، يقول للي ماسكه القبلة ازاي، يقول له كذا، يروح تسمع كلامه سهل. فلا يكفي العمل بقول غيره ولا باجتهاده طالما يقدر يعرفها بنفسه، لأن الاجتهاد لما يكون غابت عنك تجتهد بقى. فإن لم يمكنه إن هو يعرفها بنفسه اعتمد ثقة يخبر عن علم، كقوله يجي له واحد ثقة يقول له أنا شاهدت الكعبة هكذا هنا في الجهة دي،
ده لو انه ما يعرفش بنفسه يقوم ياخد قول الثقة، وليس له ان يجتهد مع وجود اخباره. وفي معناه رؤية بيت الابرة المعروف، بيت الابرة المعروف اللي هو البوصلة، يعني اللي هي البوصلة، يبقى البوصلة تكفي برضه وسيلة للاجتهاد. ومحاريب المسلمين ببلد كبير او صغير يكثر طارقوه. انت دخلت بلد مسلم زي مصر، مسلمة بقى لها 14 قرن، ولقيتهم بنين جامع والناس راحة جاية تصلي فيه وبنين محراب، هتسأل ايه بقى؟ فهمت ازاي؟ خلاص يبقى تصلي على هذا المحراب، مش زي العيال الشباب يجيب لك القبلة برضو بتاعته ويقعد يظبطها ويروح يعود نفسه. خلاص دي بلد مسلمين وكثر طريقوها على مر العصور وبقى لها مئات السنين الناس بتصلي فيها وعارفين ده، حتى البنا اللي ما بيصليش تقول له اعمل لي محراب للقبله يعمله لك حتى لو ما بيصليش، فاصبحت شيء معلوم من الدين بالضروره حتى عند النصارى. يعني انا زمان كنت في ثانوي وبزور واحد صديقي مسيحي وبقول له عايز اصلي، قال لي القبله كده، عايز اصلي في بيته قال لي القبله كده، يعني عارفها لانه معاشر مسلمين مش متربي في مصر. يعني اذا كان حتى المسيحي اللي معاشر المسلمين يعرف القبله، يبقى فما فيش داعي انك انت تستخون المسلمين في بنائهم وتروح تقعد تراجع وتعمل مشاكل ويعمل لك خطوط ازاي ويعمل ازاي، ويكون مسجد مبني من ايام 200 300 500 سنه 600 سنه، زي ما عملنا اشكال في مسجد قايتباي اللي مبني من 800 سنه وقعدوا يجيبوا لنا بوصله يقولوا لا لا ده متوجهه كده شويه، ونيجي نروح عاملين كده يجي الناس تتخانق، احنا من يوم ما اتولدنا بنصلي كده ازاي تعملوا كده؟ نقعد نهدي فدا ونهدي فدا وبقت حرب في الجامع ملهاش لازمة. كل القضايا دي ملهاش لازمة عند المسلمين. لا قايتباي من أيام قايتباي سلطان مملوكي سنة 800 هجرية طب أو 700 وشوية كمان أيوة خلاص، ما خلاص ده مبني بثقة. يبقى ومحاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر طارقوه، يعني بيجي له ناس من كل جهة خلاص، فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يسرة أو يمنى. لكن ممكن مش تخش بقى تقول لا ده الجهة كده ده بالعكس ده القبل، لا لكن ممكن تجتهد شوية كده تقول يمين شوية شمال شوية ما يجراش حاجة، لكن ما تلزمش بقية الناس باجتهادك. خد بالك الاجتهاد ما تلزمش غيرك باجتهادك، فهمت ازاي بقى؟ فاللي يجي يصلي سيبه يصلي لأنه كل واحد له اجتهاده، لكن امتى تلزم الناس؟ لو كنت شايف الكعبة بعينك يبقى تقول لهم ده الكعبة اهي، فهمت بقى؟ ولا يجوز فيما ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى إليه مطلقا. والمساجد اللي النبي صلى فيها وحدد قبلتها بنفسه لا يجوز الاجتهاد فيها، لا يمنى ولا يسرى ولا اي حاجه، خش صلي كده في قبله النبي اللي بناها، زي مسجد قباء زي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تروحليش بقى مسجد الرسول وتحط لي البصله وتقعد تلعب لي، فهمت بقى ازاي؟ هيرزعوك علقه بقى هناك، بس ربنا يجمعنا هناك عشان ناخد منك البصله. ليه؟ لان ده مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي بناه حدد قبلته صلى الله عليه وسلم، ده اللي حدد قبلة مسجد النبي سيدنا جبريل، لدرجة انه ايه طوى له الارض فرأى الكعبة فصلى اليه، حدد الكعبة وهو قاعد في المدينة، طوى له الارض بقت الكعبة قدامه حط القبلة، عايز بعد كده ايه بقى؟ يبقى فيما ولا يجوز فيما ثبت انه صلى الله عليه وآله وسلم صلى اليه مطلقا، فإن فقد الثقة المذكور اجتهد لكل فرد إن لم يذكر الدليل الأول. عندك كده الجملة؟ شوف كده اقراها، عندك كده؟ طيب على أي حال هي الجملة فيها تقديم وتأخير. وإن اقراها لي طيب عندك. إن لم يذكر الدليل الأول، يعني هو اجتهد في الصلاة في صلاة الظهر وكان عنده دليل على اجتهاده أن القبلة كده، وبعدين بعد كده جاء وقت العصر فنسي الدليل اللي كان اجتهد فيه،
فيجتهد تاني بدليل آخر ولو يصلي إلى جهة أخرى. لدرجة إن ضربوا مثال لإنسان بيصلي في الصحراء، فاجتهد في الأول قال القبلة كده، وهو بيقرأ في الركعة الأولى في الركعة الأولى خلصها، واقف بيقرأ في الركعة التانية راجع نفسه قال لا ده كده، فراح متوجه غير اجتهاده فيتوجه إلى جهة تانية. وبعدين جه في الركعة التالتة قال أنا الظاهر اتلخبطت ولا إيه، ده القبلة كده، يروح متوجه لقبلة لجهة تالتة في الركعة التالتة. وبعدين جه في الركعة الرابعة قال لا لا ده بالعكس خالص، ده هي كده. يبقى صلى كل ركعة إلى جهة 4 ركعات، صلاته صحيحة، لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، اجتهاده الأول كان اجتهاد صحيح، اجتهاده الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، فتبقى الركعة الأولانية صحيحة. فهمت إزاي؟ ويروح ويبقى بالطريقة دي يبقى صلاته صحيحة، وصلى إلى 4 جهات في ركعة في صلاة واحدة لأنه تغير اجتهاده. كويس؟ ومن علاماتها، علامات القبلة بقى في السماء يعني تعرفها، القطب المعروف اللي هو النجم القطبي اللي معروف اللي بيلمع في السماء، أقوى نجم تلاقيه يلمع في السماء، بقية النجوم تلاقيها خافتة، بيعرفوه الناس اللي بيقعدوا في الصحاري كتير، يمكن احنا مننا قاعدين في المباني وقليل لما بتبص للسماء، فالجيل بتاعنا يمكن ما يعرفوش قوي، لكن اللي بيخرجوا في الصحراء كتير يعرفوه. بيبقى بيلمع قوي. ومن علاماتها القطب المعروف، ويختلف باختلاف الاقاليم، ففي مصر يجعله المصلي خلف اذنه اليسرى. اما تخلي النجم القطبي خلف ودنك اليسرى تبقى انت كده متوجه للقبلة طالما في مصر. وفي العراق خلف اذنه اليمنى. وفي اليمن قبالته، خليه في اتجاهه. مما يلي جانبه الايسر، وفي الشام وراءه، وفي حران وراء ظهره. ومن علاماتها ايضا الشمس والقمر والريح، يعني انت عارف ان الريح بيجي من جهة الشمال الغربي، او مثلا الشمس عارف كده الشرق وكده الغرب، وانت تعتبر شرق مكة يبقى عرفت الشرق من الشمس، وهكذا. يبقى ايه لك ان تستفيد بهذه العلامات. وفي حران وراء ظهره، بلاد من بلاد الشام، ويجب تعلمها حيث لم يكن هناك. الحراني من بلاد الشام معروف، ابن تيمية الحراني، مش حراني يعني طهقان يعني يقول لك انا حران وطهقان بلغة المصريين، لا، حران ده اسم بلد. ويجب تعلمها حيث لم يكن هناك عارف سفرا وحضرا. يبقى يجب عليك انك انت تتعلم اتجاهات القبلة ازاي، تعرفها في الاماكن اللي بتروحها. اذا كنت مسافر هتروح مثلا بلاد من بلاد من اي بلد في العالم، تشوف اتجاه البلد بتاعتك دي في الخريطة هيبقى بالنسبة لمكة ايه، علشان لما توصل هناك هتعرف تتوجه في اي جهة، جنوب جنوب شرق جنوب غرب شمال وهكذا، شرق غرب وهكذا. يبقى انت ايه بتعرف بتتعلمها يعني. والحمد لله دلوقتي بقت البوصلات وكل بلد لها رقم وبقت ميسرة الحمد لله. فإن عجز عن الاجتهاد كأعمى البصر أو البصيرة، أعمى البصر معروف، وأعمى البصيرة اللي هو يعني إيه، تحاول تعلمه ما يتعلمش، كل ما تحاول تتعلمه ما يتعلمش، قافل مخه. فهم؟ قلد مجتهدا، يبقى في الحالة دي هيقلد واحد مجتهد. فتلخص أن مراتب القبلة 4، مراتب العلم بالقبلة 4، العلم بالنفس وإخبار الثقة عن علم والاجتهاد وتقليد المجتهد، يبقى 4 مراتب العلم بالقبلة. فما بيقول استقبال القبلة أي الكعبة، أشار به إلى أن المراد القبلة الآن لا ما كان قبلة، فقد كان الاستقبال لبيت المقدس أولا ثم حول إلى الكعبة. وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل الكعبة أمامه حتى يكون مستقبلا لها ولبيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يصلي
في مكة قبل الهجرة كان يخلي يصلي إلى جهة الكعبة اللي بين ركن الحجر والركن اليماني، عشان لما يجي متوجه للكعبة في الجهة دي يبقى متوجه للكعبة والبيت المقدس في آن واحد. كويس؟ أيوه. لأن لما جاء بقى راح المدينة شمالا فاستدبر الكعبة. فهمت إزاي؟ بقت وراه، فظهر إنه كان بيستقبل بيت المقدس. كويس؟ وهي مما تكرر النسخ لها كما قال السيوط، يعني التوجه للكعبة كان أولا، ثم أمر النبي في أول الدعوة خالص كان النبي يتوجه للكعبة في كل صلواته، ثم أمر في مرحلة من المراحل، لأن خبر النبي عند اليهود في التوراة والإنجيل وهم دول الناس المثقفين المتعلمين في عصره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستميلهم حتى لا يخفوا صفته الموجودة عندهم في الكتب، فاستقبل قبلتهم. كويس؟ أمر أن يوافقهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني لو لم يؤمر في أمر بشيء يوافق اليهود والنصارى. كويس؟ في الأول استمالة لهم حتى يظهروا ما عندهم من صفته صلى الله عليه وسلم، فلما بان حقدهم بعد ذلك وأنهم كتموا ما عندهم من علم فصار لا حكمة في موافقتهم، فأمر بمخالفة اليهود والنصارى بعد ذلك، ثم توجه بعد ذلك إلى الكعبة مرة أخرى. يبقى تكرر النسخ فيه، فهم؟ يعني الأول كان للكعبة، ثانيا كان لبيت المقدس، ثم بعد ذلك عاد للكعبة مرة أخرى، تكرر فيها النسخ. كما قاله السيوطي في نظمه المشهور، بيجيب لك أربع نماذج حصل فيها النسخ تكرر، وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها النصوص والآثار، فقبلة ومتعة وخمرة كذا الوضوء مما تمس النار. يبقى الايه الأربع حاجات دول تكرر فيها النسخ، قبلة ومتعة، زواج المتعة كان مباح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم واستقر الأمر على التحريم. كويس؟ وكذلك أكل الحمر الأهلية ما قالهاش، هي حقها يقول وحمرة، حمرة مش خمرة، لأن هي الحمر الأهلية فتشيل الحق. الحمر الأهلية الحمار الحصاوي، الحمار اللي الناس بتركبه وتقول له حا، مش الحمار الوحشي اللي هو غير يعني غير مستأنس. الحمار الوحشي يجوز أكل إلى يومنا هذا، وبيدبح في كينيا هناك، دخلنا مرة مطعم لقينا هناك حمار وحشي كاتب لك لحمة كده وكاتب عليها زبرة، زبرة اسم الحمار الوحشي، وهم هناك مسلمين يأكلوه، بس انا تأففت برضو دول، الواحد هياكل يعني مش متعودين احنا، لكنها يجوز لحم الحمار يجوز اكله الوحش، ويجوز اكل برضو ايه لحم الحصان مش كده؟ ايوه. بس ليه ما بناكلش الحصان؟ عشان تمنها هيبقى غالي قوي، مش هتبقى مجزيه انك انت تشتري حصان وتذبحه وتبيعه بالكيلو، لان ثمنه اعلى من انك تبيعه بالكيلو، عشان كده مش مشهور. يبقى فقبلة ومتعة وحمرة وحمرة اللي هي الحمر الأهلية، تكتب كده الحمر الأهلية كذا الوضوء مما تمس النار. في الأول أمر الوضوء مما تمس النار، ثم نسخ ثم أمر ثم نسخ واستقر النسخ عليه. وسميت أي الكعبة، وقوله لأن المصلي يقابلها أي وتقابله، سميت قبلة ليه؟ لأنك بتقابلها وتقابلك. وسميت كعبة عطف على قبلة، أي وسميت كعبة وقول لارتفاعها، وقيل لتربعها، قال في القاموس كعبته ربعته، فكل شيء متربع يقال له كعب. قوله واستقبالها يكون بالصدر، بالصدر أي حقيقة في الواقف والجالس وحكما في الراكع والساجد، ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا. يبقى يجب استقبالها، أنا الوقتي حصلي مضطجع على جنب، يبقى خلي القبلة في وجهي وصدري، يبقى حنام على جنبي زي صلاة الجنازة. شفت زي في صلاة الجنازة بعد العشاء، يبقى أنا حصلي حصلي وأنا على جنبي متوجه إلى القبلة مضطجع كده، كويس، صدري إلى الكعبة إلى القبلة ووجهي للقبلة. طب لو حصلي مستلقيا على ظهري، يبقى رجلي للقبلة ووشي للقبلة، لو حصلي مستلقيا على
ظهري، واضح؟ كل سؤال سؤال وكل خير، اتفضل. انا افتكرت اجابته جت. لا لا. السفر الطويل في الطياره. ايوه. واحنا دلوقتي بنقول في الفرض لازم استقبال الكلام. كيف ان انا اعرف القبله؟ ما تصليش الفريضه في الطائره خالص. في تصلي النوافل زي ما انت عايز، واما تنزل هات الفرائض كلها اجمعها. يعني قضاء هتقعد 10 ساعات على الطياره، اما تنزل بقى صلي. طيب. لكن في الباخره سهله بقى. الباخره بتقدر تتوجه وتقف وكل حاجه، ما فيهاش مشكله. السياره لا، ما انت مش هتصلي في السياره الفريضه اصلا. النوافل ولما يجي وقت الفريضه بتروح راكن ونازل تصلي الفريضه. من 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 اتجاه القبله. ايوه. السؤال الثاني بالنسبه في بلاد الكفار ممكن تجتهد بالرغم من وجودها، خصوصا ايه، لان المسجد ده يكون بناه واحد ولا اتنين، وما يمكن يكونوا اخطأوا في الجهة، فلك ان تراجع عليه. انما بلاد المسلمين اجيال صلت فيه، صعب انك تراجع عليه. ايوه. المضطجع هينام على جنب كده زي الجنازة، انت بتنيم الجنازة ازاي عشان تصلي عليها؟ يبقى جنبها، تلاقي جنبها اليمين الى اتجاه القبلة، امام يعني مستعرضة القبلة وميلة شوية كده، بصة للقبلة كده، يبقى ده المضطجع. ما انت هتصلي ان لم تستطع من قيام من جلوس، ان لم تستطع من جلوس فمضطجع على جنب ايمن او الجنب الايسر، مش كده؟ وتبقى متوجه للقبلة ايه، بصدرك ووجهك، يا كده يا كده، كويس، وتصلي على الحالة دي. طيب لا تستطيع على جنب، يبقى على مستلقيا يعني على ظهره، ويرفعوا له راسه بمخده بحيث يبقى باصص للقبله، ويبقى رجليه للقبله. ادي كيفيه استقبال القبله في الاحوال المختلفه. ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضجعا، وبالوجه والاخمصين، يعني اما تكتب مضجعا يكتبوها يعني على جنب، وبالوجه والاخمصين ان كان مستلقيا، يبقى مضطجعا يعني على جنبه، مستلقيا يعني على ظهره. خلافا لما وقع في كلام المحشي. طبعا الاستقبال لمن قدر عليه، اما من عجز عنه، اما من عجز عن الاستقبال يعني، كمربوط على خشبه. رابطين واحد على خشب، زي ما قلت لك في السجن بتاع العراق اسمه سجن ابو غريب. ابو غريب ولا ابو غريب؟ ابو غريب؟ ما لناش دعوه. نساله. اصل بيكتبوها من غير تشكيل. لو جاء جماعه راحوا ربطوا مسلم على خشبه في جهه معينه، بقى عاجز عن استقبال القبلة، هو مرتبط كده، يبقى هيصلي هنا عاجز عن استقبال القبلة، هيصلي على حاله. او السجون برضه في بلاد المسلمين، ساعات يعملوا كده ببعض المسلمين، ربنا ينجينا وينجيك. كمربوط على خشبه فانه يصلي على حسب حاله ويعيد بعد كده. يبقى هيصلي على حسب حاله لادراك الوقت، ويعيد لادراك الصحه لما يبقى يفرجوا عنه ان شاء الله. واستثنى المصنف اي في المعنى، لان قصده بذلك الاخراج مما تقدم. فالمراد بالاستثناء معناه اللغوي وهو الاخراج، والا فلم ياتي المصنف بالا ولا احدى اخواتها. يعني بيقول واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله ويجوز ترك استقبال القبلة، يعني جاب الاستثناء بالمعنى مش بأدوات الاستثناء، ادي معنى كلامه. من ذلك اي من اشتراط الاستقبال، وقول ما ذكره اي من الحالتين الآتيتين، ويجوز ترك استقبال القبلة في الصلاة اي فردا او نفلا في الاولى اللي هي في شدة الخوف الفرد والنفل، ونفلا في الثانية اللي هي في السفر المباح اللي هي في السورة الثانية، في حالتين متعلق بترك. وقوله في شدة الخوف بدل من قوله في حالتين فيصلي، يسموه بدل بعض من كل. اما يقول في حالتين في شدة الخوف، ادي واحدة منهم، يسموه بدل بعض من كل، لان هي احدى الحالتين. وبعدين الحالة الثانية يقول لك في السفر المباح ولو قصير، فيصلي كيف امكنه، ده اللي هو في شدة الخوف، ولا إعادة عليه، ما يعيدش كمان. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر في مقام تفسير الآية
أي مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي بل بتوقيف من الشارع. في قتال، شدة الخوف يكون سببا إما في قتال أي بسبب قتال، ففي للسببية مش للظرفية، أحيانا تأتي في بمعنى السببية، يعني زي ما يقول مثلا إيه اتقبض عليه مثلا في قضية اختلاس، يعني بسبب قضية اختلاس، يبقى في أحيانا تأتي للسببية مش للظرفية. على حد قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، يعني بسبب هرة حبستها. وقوله مباح أي ليس بممتنع، وذلك حديك أمثلة للقتال المباح كقتال المسلمين للكفار وقتال أهل العدل للبغاة، يعني قتال العراق لإيران ما ينفعوش كانوا يصلوا صلاة شدة الخوف فيه لأن دول مسلمين ومسلمين، أو قتال العراق للكويت، أو جبهة البوليساريو بتقاتل مع المغاربة، بتقاتل المغاربة والجزائريين واقفين معاهم في الصحراء المغربية والاثنين مسلمين، يبقى دي كلها قتال ما ينفعش يصلوا فيه صلاة شدة الخوف، لأن هم الإنجليز اللي عملوا الحدود أرادوا أن هم يعملوا مشاكل بين الدول، يفضلوا باستمرار كده متناحرين، أرادوا كده خبثا من أول التقسيم أرادوا كده. وقتال أهل العدل للبغاة بخلاف غير المباح كقتال البغاة لأهل العدل، زي اللي احنا بنسميهم دلوقتي إرهابيين، دول بغاة خرجوا عن جموع الأمة. ومثل القتال المباح الفرار المباح، كالفرار من ظالم، واحد بيهرب من اليهود عايزين يأسروه، فهمت ازاي؟ يبقى برضو ده يصلي صلاة شدة الخوف. كالفرار من ظالم أو سبع أو نار أو كفار، ساعات في نيران تشبك كده في مساحة كبيرة من الأرض في غابات، ولو مسلم في الغابة دي وقاعد بيجري والنار قاعدة بتجري وراه، كل ما يجري من حتة النار تلتهمها فبيفر من النار يصلي وهو بيجري كده، لأن دي برضو شدة خوف. كل دي صور. أو كفار زادوا على ضعفنا، أو الفرار من الكفار لو كانوا أزيد من ضعفنا يبقى فرار مباح، لكن لو كانوا ضعفنا فأقل لا يجوز أن يفر منه، فهمت؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صبر يغلبوا 200، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالثبات ولو يقاتل الأرض جميعا، شجعته كده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين على القتال، عشان تعرف الفرق بين شجاعة النبي وشجاعة أمته، يعني شجاعة النبي كلها توزن شجاعة الأمة كلها وتزيد، عشان تعرف خصوصيات النبي وشجاعته. ربنا ما قالوش يفر أبدا بأي حال ولو واجه الثقلين، لأن الله معه، والله يعصمك من الناس. خلاص كان لما يحصل مشكلة في الحرب ويفر كل الصحابة، يعمل النبي ينزل من على بغلته يسموه النزال، ويقف على رجليه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولا يفر أبدا صلى الله عليه وسلم، لحد ما تيجي الصحابة تلتف حوله تاني وتقاتل. يبقى في فرق بين الأمة، النبي مباح لها أنها تفر لو كان العدد العدو ضعفين فأكثر، كويس، أكثر من ضعفين، إنما النبي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أيوة يلا. الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. شوف سيدنا رسول الله بيقول ايه للناس على لسان القرآن، قل ادعوا شركاءكم، بيوجه الكلام للكفار كلهم في كل عصر وفي كل زمان، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، ما تدونيش فرصة كمان. ليه؟ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وتولى الصالحين. شفت القوة؟ يعني بيواجه ما على الأرض من ثقلين منفردا، ولم يقل ايه اديني وزير من أهلي أو حد يعاوني، وقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا أتركه أبدا حتى يزور له أهلك دونه. واجه الثقلين صلى الله عليه وسلم عشان تعرف بس تفرح بنبيك، بس تفرح بنبيك أشجع الخلق بالله وأقوى الخلق بالله صلى الله عليه وآله وسلم، وأربط الناس جأشا، حتى إنه في عز الإسراء والمعراج لما راح أماكن لم يذهب إليها مخلوق ولا سيدنا جبريل بعدما تجاوز سدرة المنتهى، ربنا بيثني على نظره وبصره وفؤاده، قال إيه ما زاغ البصر وما طغى، يعني حتى لم يشتبه عليه شيء، لم يندهش ولم يدهش لكمالة إيه لكمال جأشه صلى الله عليه وسلم. تفرح نبينا تفرح به، تقعد تقرأ فيه كده تفرح به، تزداد لي محبة وتزداد لي امتنانا وتزداد لي فيه ثقة وتعزيزا وتوقيرا وتعظيما، لأن ما فيش مخلوق بهذه الصورة، ربنا خلقه على صورة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فبيقول ضمن الأمثلة أو مقتص يرجو عفو في صلاة إيه شدة الخوف، أو واحد بيطلب منه القصاص يعني ياخد منه، يعني واحد قتل قتيل وبعدين عايزين يقتلوه بيه فهو بيهرب منه لعلهم يجتمعوا ويدفع لهم الدية بدل ما يقتلوه، او مقتص يرجو عفو عند هربه منه. ومثله ما لو خطف انسان نعله فيجري وراءه ليطلبه منه فاذا رماه له اتم الصلاة مكانه، يعني انت واقف بتصلي وحطت نعلك قدامك او شنطتك او المحمول وفي وسط الصلاة جاء واحد بياخده وبيجري، لك ان تجري خلفه وتكمل صلاتك شدة الخوف ولو الى غير قبل، لما لقيت جريت وراه ما هو فاكرك انك انت مش فقيه بقى هتسيبه خلاص وتكمل صلاتك، لكنك انت قروبة جريت وراه فرح رماه قدامك هنا بعد ما جريت شوية يبقى اقف وكمل صلاتك مكانك بقى ما ترجعش. واضح؟ ادي صورة تانية من صور ازاي تصلي ايه من شدة الخوف. خلاص بقى انت مقعد 10 عيالك علشان يحرسوك ما جراش عزوة. فرضا كانت الصلاة او نفلا،
يعني فرضا كانت الصلاة أو نفلا، حيث إيه اللي هي إيه في شدة الخوف يعني، أو مما يخاف فوته كصلاة العيدين والكسوفين، برضه في صلاة العيدين والكسوفين برضه وهي نافلة ويصليها إلى غير قبلة لو خايف يفوتوه. كويس؟ في الأعذار اللي إحنا قلناها كلها دي. والكسوفين برضه صلاة الكسوفين لأنه ليهم وقت معلوم، وقت الكسوف بس أو الخسوف بس. بخلاف الاستسقاء ممكن تأجلها وتصليها براحتك. وقضيته كما قاله الأزرعي أنه لا يجري في الفائتة إلا إذا كانت فائتة بلا عذر. لو كان بيصلي فائتة بلا عذر يبقى ده وجب عليه قضاءها والاستمرار فيها. فهمت إزاي؟ لأنه عاملها بلا عذر يعني مجرم. وطالما بلا عذر واخد بالك إزاي، ما يجريش بقى لأنه مجرم، ما يترخص، ده مجرم ضيع صلاته وبيصلي فائتة بلا عذر. لكن فائتة بعذر له أن يجري لو طرأ له أمر، راحت عليه نومة، ما هو النوم يعتبر عذر. بس ما تسوقش فيها زي بعضهم كل يوم تروح نايم وتضيع عليك الصلاة تقول أصل النوم عذر، ما تسوقش فيها. ولا يصلي يعني الصلاة اللي هي شدة الخوف إلى غير قبلة لا يصليها إلا ما دام يرجو الأمن، إلا إذا ضاق الوقت. يعني لو عارف إنه قدام وقت بسرعة، وقت طويل لسه بدري على الصلاة التي تليها، وإن الأزمة دي هتعدي بعد شوية، يبقى ما يصليش بقى في الحالة دي، يستنى طالما يرجو الأمن. إلا إذا ضاق الوقت بقى ساعتها يبقى يصلي عشان يدرك الوقت. وفي النافلة أي ولو مؤقتة، لكن على التفصيل، نافلة مؤقتة يعني زي سنة الظهر القبلية، سنة البعدية، أو صلاة الضحى، دي اسمها مؤقتة. لكن على التفصيل الآتي في الراكب والماشي لا مطلقا، وخرج به الفريضة ولو منذورة، يعني صلاة الفريضة ولو منذورة، ولو صلاة منذورة يعني، وصلاة جنازة فلا يجوز ترك الاستقبال فيها، فلو صلاها على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز، وإن لم تكن معقولة وإلا فلا يجوز، ولو حتى لم تكن الدابة معقولة يعني رابطها يعني. قوله في السفر خرج به النفل في الحضر فلا يجوز فيه ترك الاستقبال وإن احتاج إلى التردد كما في السفر لعدم وروده. والحكمة في التخفيف على المسافر أن الناس يحتاجون إلى الإسفار، فلو شرط فيها الاستقبال في النافلة لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معيشهم. فعشان يحافظ على أورادهم ومصالح معيشهم قال لهم خلاص قضي مصالحك وسافر، وصلي صلواتك النوافل كمان في اتجاه في غير اتجاه القبل، عشان ييسر لهم الأمرين. على الراحلة إنما ذكرها مع أنها ليست بقيد تبركا بالحديث، وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيثما توجهت به، أي في جهة مقصده، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، وهي في الأصل الناقة. الراحلة هي الناقة التي تصلح للرجل، وقيل كل ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، حكاهما الجوهري. والمراد بها كل حيوان وإن لم يكن من الإبل، يبقى اسمه راحلة، أي حيوان تركبه يبقى راحلة. فللمسافر تفريع على كلام المصنف سفرا مباحا، أي لقاصد محل معين، فخرج العاصي بسفره والهائم، فليس لكل منهما فعل ذلك. الهائم اللي هو مين؟ ها؟ لا، الهائم اللي هو مسافر إلى غير قصد، مش عارف هو رايح فين، تقول له انت رايح فين يقولك أنا ماشي من بلاد الله لخلق الله، فهمت؟ يبقى ده اسمه الهائم، لا قصد له في سفره، يبقى ده لا يترخص في صلواته لأنه ليست له قصد معلوم، ده الهائم. وكذا العاصي بسفره، في العاصي بالسفر والعاصي في السفر. العاصي في السفر يترخص والعاصي بالسفر لا يترخص. فاهم الفرق بينهم؟ يعني سفر نفسه هو المعصية، يبقى ده لا يترخص. إنما هو مسافر سفر مباح، بس هو مسافر قاعد بعكس الستات، اسمه عاصي في السفر، يبقى ده له أن يترخص. فهم؟ زينا كلنا ربنا يعفو عنه.
تبقى مسافر وقاعد لسانك زي المبرد تجيب سيره الناس وتغتاب ده وتعمل ده وتاذي ده، ويجي واحد يزنقك في الاتوبيس تروح ضربه على قفاه، شغال قاعد تاذي في الناس، راجل مؤذي حيثما توجه. ففي ناس كده بيجروا شكل بعضه، يبقى ده اسمه عاصي في السفر، له ان يترخص لانه هي مكسره اصلا مباح. ها والله انت رايق، بيقول السفر في المصيف، لو انت مسافر في المصيف هدفك انك انت تقعد على البلاش تتفرج على اللي رايحه واللي جايه تبقى عاصي بالسفر، لو انت هدفك تغير منظر وتروح تقعد هناك في شقه تانية وتتمشى كده وتشوف الدنيا فيها ايه وتصلي في المساجد اللي هناك تبقى مش عاصي ولا حاجه، فيهاش حاجه مش كده برضه، على حسب مقصدك. ولو قصيرا، يعني ولو كان السفر قصيرا فلا يشترط طوله قياسا على ترك الجمعه، يعني ممكن انت تترك الجمعه في سفر قصير مش شرط يكون سفر طويل، يعني سافرت الى بلد مش بعيده قوي لكن بعدت لدرجه انك انت وصلت في مكان لا تسمع اذان الجمعه ولا يوجد مسجد تصلي ظهر وسقطت عنك الجمعه، فهمت؟ هتيجي الحاجات دي في صلاه الجمعه. واقله ان يسافر الى محل لا يسمع فيه نداء الجمعه، وقيل ان يسافر الى قريه مسيرتها ميل او نحوه وهما متقاربان، يعني حوالي كيلو و600 ايه متر كده اللي هو الميل تقريبا، الميل الحجازي. قوله صوب مقصده اي جهته ولا ينحرف عنه الا الى القبله لانها الاصل في انحراف الى غيرها، فان انحرف لانها الاصل فان انحرف الى غيرها عامدا، يعني الى غير مقصده، يعني هو مسافر مقصده كده بيصلي بقى الى مقصده، فبقى مقصده بالنسبه له هو قبلته، فاذا انحرف عنها عامد بغير ضروره تبطل صلاته، كانه انحرف عن القبله جوه صلاته، لان صارت مقصده هي الايه؟ هي القبلته، فهمت؟ فان انحرف الى غيرها اي الى غير مقصده الى غير جهه مقصده عامدا عالما بطلت صلاته مختارا. لكن افرض هو سايق العربية تاه فحوت في شارع غير الشارع، ده مش عامد، صلاته صحيحة، فهمت؟ مختارا كان او مكرها، وان وقع التقييد بالمختار في عبارة المحشي تبعا للشيخ الخطيب اللي هو الخطيب الشربين، بدليل ما قالوه من انه لو حرفه غيره قهرا عنه بطلت صلاته، فان انحرف الى غيرها، هم بيقيسوها في الحالة العادية في القبلة، لو انت بتصلي في القبله وجاء واحد بالعافيه كده راح خلاك تلتفت جوه الصلاه مسكك كده من كتفك بطلت الصلاه، فهمت؟ ولو مكره، فقال لك برضو خلاص لو حرفه انسان الى غير مقصدي عامدا متعمدا تبطل صلاته قياسا على حاله القبله، فهمت؟ فان انحرف الى غيرها لنسيان، الى غير جهته لنسيان او خطا او لجماح دابه، فإن طال الزمن تبطل صلاته وإلا فلا، ولكن يسن أن يسجد للسهو لأن عمد ذلك مبطل. واضح الكلام؟ سهل. طيب وراكب الدابة مطلوب للعرف، متروك للعرف. وراكب الدابة أي ولو راكبا في نحو هودج، خلافا لما وقع في المحشي كما يعلم من شرح الرمل وغيره، بخلاف راكب السفينة غير الملاح، الملاح اللي قاعد على قيادة السفينة ما يقدرش يتوجه لغيرها، يبقى يصلي إلى جهة مقصده، لكن اللي راكب السفينة قاعد في كابينة وقاعد براحته بيتوجه لأي جهة، يبقى في الحالة دي ده يتوجه للقبلة، عشان كده استثنينا الملاح بس. فإنه إن أتم جميع الأركان واستقبل القبلة في جميع الصلاة جاز له النفل وإلا فلا على المعتمد، لأنه كالجالس في بيته، فقول الخطيب كهودج وسفينة ضعيف بالنسبة للسفينة، معتمد بالنسبة للهودج، وأما الملاح وهو من له دخل في تسيير السفينة، يعني الملاح ومساعدوه يعني اللي ليه أي دخل في تسيير السفينة، فلا يلزمه التوجه، وظاهر كلامهم ولو في التحرم، ولو في التحريم يعني تكبيرة الإحرام، لأن تكليفه ذلك يعطله عن العمل أو عن النفل، والحاصل أنه
إن سهل توجه راكب غير ملاح، والحاصل أنه إن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد في جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود لزمه لتيسره عليه. يبقى الراكب في مرقده بيبقى في كبائن في السفن، يبقى ده في مرقده يتوجه طول الصلاة، وإن لم يسهل عليه ذلك فلا يلزمه. إن لم يسهل عليه ذلك فلا، يعني السفينة قاعدة الموج بيهزها وكل شوية يحول، يبقى يكفيك في الإحرام بس تتوجه للقبلة وبعد كده خلاص. فلا يلزمه إلا توجه في تحرمه إن سهل بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أو تكون سائرة وبيده زمامها وهي سهلة. فإن لم يسهل ذلك بأن تكون الدابة صعبة أو لم يمكن انحرافه عليها ولا تحريفها، أو كانت مقطورة يعني مربوطة في غيرها، لم يلزمه للمشقة واختلال أمر السير عليه. ولا تصح صلاة الآخذ بزمام الدابة إذا كان بها نجاسة، لأنه يبقى ماسك نجاسة، وإذا وطئت نجاسة وما يبقاش برضو الدابة بتاعته راكبها ومشي على نجاسة. يعني لما تبقى راكب عربيتك وبتصلي السنة ومشيت في أرض المجاري فيها طفحة، تبطل الصلاة دي لحد ما تعدي بقى الحتة اللي فيها المجاري طفحة. وإذا وطئت نجاسة رطبة بطلت صلاته، وكذا جافة لم تفارقها حالا، والجافة يشترط أنها تسيبها بسرعة. لا يجب عليه وضع جبهته، يعني لما يجي يصلي في الحالة دي مش محتاج أن يحط جبهته في ركوعه وسجوده على سرجها مثلا، أو على أو مثلا أي أو معرفتها اللي هي الحاجة العلامة اللي طالعة منها، بل يومئ بالهمز، يومئ بالهمز في آخره أي يشير، ويكون سجوده أخفض من ركوعه أي وجوبا. وأما الماشي مقابل للراكب، وده آخر سورة وحنصلي بعد كده إن شاء الله، وأما الماشي إحنا شرحناها حنقراها بس، مقابل للراكب فيتم ركوعه وسجوده أي ولا يكفيه الإيماء بهما، ويستقبل القبلة فيهما في الركوع والسجود. وكذا في إحرامه وجلوسه بين السجدتين، يبقى بيستقبل القبلة في أربع أحوال، في الإحرام في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، في أربعة، لسهولة ذلك عليه كما رأيته في بعض النسخ. فيستقبل في أربعة أشياء، الإحرام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، ولا يمشي إلا في قيامه، أي ولا يمشي في شيء من الأركان إلا في قيامه، والمراد به ما يشمل الاعتدال. الاعتدال يعني إيه من الركوع؟ يعني يقول سمع الله لمن حمده، عايز يقول ربنا لك الحمد، يمشي يمشي لحد ما يجي وقت الركوع يروح إيه السجود بقى يروح سجد. والمراد به ما يشمل الاعتدال، وقول وتشهدي المراد به ما يشمل السلام. فيمشي في أربعة، القيام والاعتدال والتشهد والسلام، وبما ذكر انتظم قولهم أنه يستقبل في أربع ويمشي في أربع. سهلة. ونقف على فصل في أركان الصلاة يوم السبت القادم. أيوة، ما احنا قلنا لسه، خلاص يبقى في الإحرام بس، تكبيرة الإحرام بس. أيوة لأن السفينة بيقعد فيها أيام متعددة، ولو إيه ولو يتوجه في كل ركعة إلى جهة القبلة، يعني وعارف جهة القبلة في السفينة، صلى الركعة الأولى لا حودت يحول للقبلة تاني، فهمت إزاي؟ في كل ركعة هو واقف، إن أمكنه بلا إيه بلا عناء إنه هيقع. في ناس بيبقى عنده دوار يقع لو اتحرك كده، ده يتن ها؟ يعني لو السفينة اتجهت كده أو كده اللي هيقع لو اتحرك كل شوية يبقى خلاص يكفيه في تكبيرة الإحرام وفي أول الصلاة. بس في الحالات اللي زي دي هيبقى عليه القضاء في الفرض لما ينزل، ويبقى بيصلي لإدراك الوقت. لكن لو صلى الصلاة كاملة في السفينة إلى قبلة كاملة من قيام وركوع يبقى لا قضاء عليه. واضح؟ لو كان بيتوجه مع كل، ولا قضاء في السنن. وفي الفرائض، في الفرائض يقضيها إن كانت إلى غير قبلة في بقية الصلاة، يعني يبدأها بالقبلة على طول، يعني لما السفينة تتغير خلاص يبقى ما يقضيهاش، تبقى صلاته صحيحة ما عليهوش قضاء. فهمت إزاي؟ بس